السلام عليكم ورحمة الله. يرجى الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليصلك دائما جديد قناتنا. بيّنت دراسة تحليلية لنتائج التصحيح الأول لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 أجرتها نقابة الكلا في عدة مراكز بولايات مختلفة شملت 5000 ورقة لكل مادة، بأن نسبة النجاح الوطنية بلغت 55.18%، وتصدرت شعبة تقني رياضي القائمة بنسبة 64.42% بأكبر معدل في اللغة العربية ب75%، تليها شعبة الرياضيات ب60.93%، ثم علوم تجريبية ب95.90%، فشعبة تسيير واقتصاد ب54.11%، ثم لغات أجنبية بنسبة 49.10%، وأخيرا شعبة آداب وفلسفة ب42.62%.